أصدرت شبكة سورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف في سوريا. وثق التقرير 4809 حالات اعتقال تعسفي في سوريا منذ مطلع عام 2017 حتى شهر أكتوبر تشرين الأول من العام ذاته. وقدم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر سبتمبر أيلول، حيث سجل ما لا يقل عن 557 معتقلا، بينهم 403 معتقلين على يد قوات النظام. واعتقلت قوات الحماية الشعبية الكردية 97 شخصا، كما اعتقل تنظيم داعش 26 شخصا، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 19 شخصا. أما فصائل الثوار فقد اعتقلت 12 شخص، جميعهم من الرجال.